بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هي موتور 206 ويمشي سي 3 وسي 3 ويمشي 307. ما ركبناه تو نجربوا فيه، قاعد يخدم نشوف فيه شنو حواله. مازلنا كي خدمناه نخلوه يرتاح، نجربوا المروحة شو تخدم ولا لا، نجربوا هو شو نشوفوا التعدين تاعو، نشوفوا الحرارة تاعو. خلوه كي يخدم هنا سبعتين ثلاثة حذانا قبل ما ياخذها مولاها. كما نعطيها المراهنة إلا من نثبت فيها من كل شيء، من المروحة من كل شيء. هاي تو خدمة المروحة إن شاء الله، خدمة المروحة نسمع فيها شوفوا محرك يعني ما شاء الله عليه. شوفوا خدمة المروحة وهي سكت التوى، معناتها لا بأس، الأمور طبيعية إن شاء الله. هذه حاجات يعني الواحد لازم يثبت فيها قبل ما يعطي السيارة لصاحبها. كل الحاجات هذه لازم يثبت فيها أنا، ومن بعد نعطيها لصاحبها يجربها زاد ويزيد يشوف. إن شاء الله تنفعكم حاجة كما هيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.